ايه الجديد اللي كشفت عنه تركيا في زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟ وايه الملفات الكتيرة اللي معاه؟ وليه زيارة الرئيس التركي لمصر بتعتبر نقلة نوعية للأحداث في المنطقة؟ تعالوا نشوف ايه اللي حصل. زي ما احنا عارفين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بيزور مصر النهاردة، وده حدث مش عادي بسبب المشاكل اللي كانت في العلاقات السياسية على مدار العشر سنين اللي فاتت، وهيكون في تحالفات اقتصادية وسياسية جديدة في المنطقة بعد ما رجعت العلاقات المصرية التركية. تركيا زي ما احنا عارفين قوة اقتصادية وفي مجموعة العشرين الاقتصادية، وعندها اقتصاد قوي وموقع جغرافي مهم جدا، والعلاقات مع مصر من مئات السنين، وتركيا مع مصر دائما بيكونوا محور قوي بيخدم المنطقة العربية. كمان اللي جاي بيقول ان في طفرة هتحصل في الاقتصاد المصري والتركي في نفس الوقت، لان التعاون بين الدولتين ملوش حدود، وده اللي كشفه الرئيس التركي قبل ما يوصل القاهرة بكام ساعة، لما صرح وقال هنناقش مع الرئيس المصري مختلف القضايا منها الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة والدفاع. يعني من كلام الرئيس التركي الاقتصاد في المقدمة، ومصر وتركيا زي ما قلنا عندهم إمكانات كبيرة في كل القطاعات الاقتصادية. ملف الطاقة تحديداً والغاز ممكن يقلب الموازين في المنطقة، لأن تركيا بسبب الأزمة مع مصر ساعتها ما دخلتش في منتدى غاز المتوسط، وده غير الخلاف مع تايوان وقبرص على ترسيم الحدود البحرية، ودي كلها مشاكل هتتحل بعودة العلاقات مع مصر. تركيا زي ما قلنا قبل كده هتعمل منطقة اقتصادية صناعية في مصر، لكن التفاصيل الجديدة بتقول إنها هتكون مركز صناعة تركي ضخم جداً، والمنطقة الصناعية دي هتكون مركز لتصدير الصناعات التركية لإفريقيا ودول الخليج، وطبعاً مصر هتستفاد في كل الأحوال، وكمان في تعاون من نوع خاص بين تركيا ومصر هيساهم في تعزيز أمن البحر الأحمر وقوة الدولتين. تحياتي لحضراتكم وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.